ماذا لو تقدر تتوقع نتيجة استراتيجية التداول بتاعتك قبل ما تنفذ أي صفقة؟ مش كل استراتيجيات التداول زي بعضها، نجاح الاستراتيجية بيتحدد بالاختبارات الصحيحة اللي بيتم اختبارها بيها، وفي الفيديو ده هوريك أنواع الاختبارات اللي انت لازم تطبقها على أي استراتيجية تداول عشان تقدر تقيمها بشكل صحيح، واللي ممكن ترفع منها أو تهدمها كلها. تابع معايا الفيديو لحد الآخر. مساء الخير، معكم مؤمن مدحت، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التداول الالي. اهم خطوة لازم تعملها عشان تتأكد اذا استراتيجية التداول بتاعتك هتشتغل بشكل كويس او لا هي خطوة الاختبار في الماضي، الباك تيستينج، وهو ببساطة شديدة جدا انك بتستخدم بيانات السوق في الماضي وبتطبق الاستراتيجية عليها وتشوف هل هي فعلا بتنفذ الاوامر زي ما اتبرمجت ولا لا، ممكن محتاجة بعض التعديلات. الاهم بقى، هل هي بتطلع نفس النتائج المتوقعة ولا لا؟ الاختبار في الماضي في منه نوعين، اختبار تقليدي بسيط اللي هو السيمبل باك تيستينج، والاختبار الادفانسد. ويهمني هنا اقولك معلومة مهمة جدا، اغلب روبوتات التداول الالي اللي انت بتشوفها وبتشوف ناس بيتكلموا عليها هي للأسف بيكون معمول لها الاختبار البسيط فقط. خليني اوضح لك اكتر. الاختبار البسيط هو ببساطة انك بتختبر الاستراتيجية على السوق القديم وبتشوف النتائج بس كده، سهل وسريع جدا وبيديك فكرة عامة اذا الاستراتيجية دي لها مستقبل ولا لا. بس الاختبار ده غير كافي ولا يمكن الاعتماد عليه نهائيا، لانه مش بياخد في عين الاعتبار عوامل السوق الحقيقية زي الانسلاق السعري، زي ظروف السوق وحاجات تانية كتير. لكن الاختبار المتقدم فيه تفاصيل كتيرة جدا 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 وفي انواع كتير، حتى انا مش هقدر اقولهم لك كلهم في الفيديو ده، وهقول لك بعد كده على تفاصيلهم في فيديو تاني بعدين، بس هعرفك عليهم دلوقتي كده بشكل سريع. اول نوع هو الاختبار عالي الدقه، الهاير باك تيست بريسيشن، والنوع ده من الاختبار بيتم فيه زياده دقه الاختبار عن طريق مراعاه عوامل السوق الحقيقيه زي عمولات الصفقات، الفروقات السعريه، عموله التبييض، الانزلاق السعري، وسرعه السيرفرات الخاصه بمنصه التداول، وسرعه تنفيذ الصفقات. وده طبعا بيدينا نتائج اكثر واقعيه بتعكس ظروف التداول الحقيقيه، ولكن بيحتاج بيانات اكتر وتفاصيل اكتر. النوع الثاني هو الاختبار داخل وخارج الفترات الزمنيه، in sample and out of sample back testing. في الاختبار ده بنقسم الفترات الزمنيه اللي بنختبر الاستراتيجيه عليها لجزئين، جزء بنستخدمه لبناء الاستراتيجيه نفسها اللي هو in sample، وجزء تاني لاختبارها اللي هو out of sample، وده بيضمن لك ان الاستراتيجية مش متفصلة على فترة زمنية معينة. والنوع الثالث هو الاختبار على اسواق اضافية، الاختبار مرونة الاستراتيجية ممكن تجربها على اسواق تانية او ازواج عملات تانية مختلفة او حتى تايم فريم مختلف. يعني لو انت مثلا عامل الاستراتيجية دي للتداول على اليورو دولار على التايم فريم اليومي، ممكن تجربها على الدولار قصاد الين الياباني مثلا، ممكن تجربها على الذهب، ممكن تجربها على اليورو دولار برضو بس على تايم فريم مختلف، الساعة مثلا او الاربع ساعات. والطريقة دي هتوضح لك اذا كانت استراتيجيتك متكيفة على ظروف مختلفة ولا معمولة للظروف ثابتة. النوع الرابع هو محاكاة مونتي كارلو، مونتي كارلو سيميوليشن، وهي بتستخدم نموذج احصائي لمحاكاة الاف السيناريوهات المختلفة اللي ممكن تحصل باستخدام البيانات اللي احنا بنختبر الاستراتيجية عليها، عشان تشوف الاستراتيجية دي فعلا نتائجها هتختلف مع ظروف السوق المختلفة ولا لا. طبعا ده بيوفر نظرة شاملة عن مدى استقرار الاستراتيجية وقدرتها على التكيف، والنوع ده معقد جدا وبيحتاج فهم عميق للاحصائيات والتحليل البيانات اللي هو الداتا اناليسيس. وخليني اقول لك ان اكبر جزء مهم فعلا في اختبار اي استراتيجية تداول هي محاكاة مونتي كارلو. النوع الخامس هو محاكاة اسمها ماذا لو، What if simulation. الطريقة دي بتسمح لك انك تختبر سيناريوهات مختلفة انت مبرمج الاستراتيجية عليها من البداية، زي مثلا انك عامل ان الاستراتيجية بتتداول طول ايام الاسبوع، بس الاحصائيات اللي انت عملتها بتقول ان يوم الاثنين اكتر يوم الاستراتيجية بتخسر فيه، فماذا لو خلينا روبوت التداول يتداول كل الايام ما عدا يوم الاثنين؟ اكيد النتائج هتختلف. كل الانواع اللي انا قلت لك عليهم من الاختبارات دي مهمه جدا، ودول مش بس كمان، بس لازم تفهم ان استخدام الانواع المختلفه من الاختبارات في الماضي ده هيساعدك انك تتاكد من استراتيجيتك فعلا متوافقه ومتكيفه في كل الظروف. بدل ما تعتمد على طريقه واحده تقدر تستفيد من كل نوع، وعشان تضمن في الاخر ان استراتيجيتك قويه وجاهزه للتداول الحقيقي. وبعدها في الاخر خالص بنروح على الخطوه اللي بعدها، وبتكون هي خطوه تحسين الاستراتيجيه، وده
هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. عشان كده لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وانشره مع اصحابك، وما تنساش تعمل متابعة للقناة عشان اي فيديو جديد هينزل يوصلك على طول اول ما ينزل. وسيب لنا تحت في التعليقات لو انت مهتم بمجال التداول الآلي وهي المواضيع اللي انت حابب ان احنا ممكن نتكلم فيها. اشوفكم على خير، مع السلامة.